الحمد لله في الحرم كل يوم. من كم سنة بالضبط؟ تقريبا توصل 60 سنة ولا أكثر؟ لا يا شيخ أشكل أكثر أشكل. أقول لك على مدة عبد العزيز وأنا أشتغل هنا بريال من ذيك الأيام وأنت كل يوم في الحرم وأنا ما قد غبت ولا يوم ولا غبت إلا كان إلا كاني مريض. إن كاني مريض أبعد في بيتي ما أروح مستشفى. الله يعطيك الصحة. ما أروح مستشفى أبدا أبعد في بيتي لين الله يشفيني. الزمان القصة اللي جاتني قصة عجيبة. أعطينا قصة عجيبة حصلت لك في الحرم. أنا هذا السنة زقني واحد عند باب الكعبة. نعم. وأنا حالتي تعبانة يعني فرق ما كنت مريض. ما لا ما آه ما تشوف. زقني وطحت على جنبي هذا. وانشقت الورك. لا إله إلا الله. انشقت الورك. قديت ما كفي في يدي. ولا أما قدها خلاص غير شال وطرح. شالوني إلى الحجر وما قصر والعسكر. جزاهم الله خير. شالوني وصليت الفرض وأنا قاعد ودوني البيت من البيت ودوني المستشفى عيالي ولا أني ما أدري عن نفسي ولا رمضان مقبل باقي 3 أيام قلت يا عيالي مقبل رمضان والمستشفى يرمون هذه المخدرات ديك وش اسمها مغذيات مغذيات ولا قال لا أصوم الحين تفطر بعدين تفطر قلت طيب بس غلق برنامج وروح شيل شيل أوراقه قال إيش قلت قال هارب قلت هاربين مرة أنا معني أنا ميقن بالله إن الله يشفيني وشالوني وشالوني رجع على متكينة ليه رجعني البيت يوم رجعني البيت وأنا أخذ أمان الله بيبا تمنيت إني بس أبعد ثلاثة أشهر ما أقدر بعدين إن الحمد لله صبرت ليوم 21 في رمضان لو صلي الفرض الجمعة وقاعد سبحت وجاتني نعسة كذا وأنا متكي كذا نعسة وجاني واحد قلت حياك الله يا أبو فلان قال أنا ماني أبو فلان عليه توب عمار ما شفت من الحمشي وجاء ولصق على جنبي هنا على يساري هذا يشهد الله ولقى وجهه زي ما نلقى أنا اللي قعدت ما قدر لا مستقبل أجل وجاء ودخل واحد ونقطع ننام بس كنت جدي ويوم مني صحي قلت يا رب أيقن قلبي إنه ملك قلت يا رب يا جابع العظمة كثير أجبر لي عظمة وبشركم من ما بين صلاة العصر والظهر وأنزل المسجد صلي الله أكبر يا أخي خليك مع الله يا عبد الله ينجيك الله من كل ذنب وينجيك الله من كل داء وينجيك الله ولا دعيت يستجب لك ولا انتخيت ويعينك ولا طلبت يعطيك ما هو بخيل يده مبذولة بالعدى بالعطاء أنا الليل وأنا النهار الله أكبر يا أخي تفكر تفكر يا أخي الليل سمع الله سبحانه وتعالى سمع دعاء ذنون في بطن الحوت واستجاب له وانجاه وتفكر فأيوب اللي مسها المرض لين حتى الدود مشى على شفت قال ربي إن مسني الضر وانت ارحم الراحمين ما قال ربي اعطني عمارة ولا عمارتين أشفاه الله الله أكبر وهذا كان جاه الله دعوه وميل عنه وهو أقرب إليهم من كل شيء تفكر يا عبد الله في أمور كثيرة تفكر أخواني أيها الأخوان تفكروا كيف الله جمل الأرض بجبالها وبوديتها وبنهارها